أنزل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيغت، سلسلة عن الأتيكيت زي ما تعرفوا. تكلمت المرة اللي فاتت على بعض هذه الألفاظ اللي هي باللغة الفرنسية أودوس أو أفوليس، أي اللباقة في الكلام، وأضيف كذلك أميكنو أي الصواب في اللفظ والقول والأدب. في الحلقة هذه السلسلة زوران زي ما تعرفوا تتكلم عن الجذر أو الجذور الأمازيغية في عمومها، ونقلب هذا الجذر من جميع تفرعاته، منين جاي وشن أصله وإلى آخره. لكن هنا خصصت مجموعة من ألفاظ الأتيكيت اللي بدأتها في الحلقة اللي فاتت بألفاظ الشكر وهي تنميرت وغيرها. في الحلقة هذه وزي ما تعرفوا زي ما احنا في المطعم هنا نبي نضيف لفظة غالبا تقال معربة عند الكثيرين وهي عند الأكل، مثلا يقال في ليبيا صحتين، وفي الجزائر مثلا يقال بصحتكم، وكذلك المغرب يقولوا بصحتك، وفي التونسي يقولوا صحة شربتكم عند مشاهدة شخص يأكل، وأظني خاصة برمضان هذه. طيب في الأمازيغية شو نقولوا احنا؟ شن الألفاظ اللي نستخدمه فيها في حالة زي هذه؟ في الأمازيغية عندنا عدة ألفاظ تقال على أو تقال للشخص الذي في حالة الأكل أو الذي يبدأ في الأكل، فتقول مثلا تدوسي، وحنجيب كلها على تفصيل على فكرة، تدوسي ويقال تازمرت ويقال كذلك تضفي، حنجي على كل واحدة منها ونشرحها. تقول للشخص الذي يأكل أو أنت قادم إليه، مثلا أنت جاي في اتجاهه أو أنك مريت عليه وجنبه، يعني تقول استدوسي النون، ولا استدوسي النك، وتقول استازمرت النك أو استضفي. كل هذه الألفاظ يقصد تقال حين يكون الإنسان منهمكا في الأكل أو تمر عليه وهو بادئ في الأكل وإلى آخره. طبعا غالبا يرد عليك الشخص بتنميرت، طبعا وكان عندك شوية حظ حيقول لك تعالى وكل معاي. فغالبا زي ما قلنا هذه الألفاظ تقال في الأكل. خلينا نقول نبدو بمثلا بلفظة زي تازمرت، وهي من الجذر زمر، يا زيام يار، والتي تعني في الغالب القدرة الاستطاعة، بل يعني نقدر نستخدمها كذلك على فكرة تازمرت هذه في عبارات أخرى، مثلا في عبارات نلتمس فيها الطلب ونستجدي من خلالها ما نريد، وهي مثلا إيست زمرد، إيست تفيد أو ما تفيد إلى آخره. وهذه تأتي في حلقة الالتماس والطلب اللي هي من حلقة الأتيكيت هذه، وحنجو عليها في الأسابيع القادمة. طيب عندنا لفظ زمر، من جاي الجذر هذا؟ شن أصله؟ وعلى فكرة هذا يا زيام يار عندها ثلاثة معاني مختلفة اختلاف تماما في ظاهرها. لو تعرفوها مثلا نقول إزمر اللي هي الخروف، وتازمرت اللي هي الاستطاعة، وأزمور اللي هي الزيتون. يعني تكلمنا عليها وانا في اللغويات أن الجذور أحيانا لقدمها وإلى آخره تبدو متباعدة، ولكن أقول ربما هناك رابط قوي بينها، وهذا حنخصص له حلقة في جذور الأمازيغية في الجذور عموما. لكن هنا بنخصص بس المعنى المتعلق بالأتيكيت منها، وهذا زي ما قلنا بنولي له في دروس جذور الأمازيغية. طيب نلقوها عند أمازيغ الجنوب اللي هي همر بمعنى زمر، الها هذه تعرفوها طبعا تقلب زين عند أمازيغ الشمال، أهول أزول إلى آخره. وهمر عند إيموهاغ تعني التحمل دون ضعف، ومثلا يقولوا أهمر بفعل الصبر مثلا، وأنا همار هو الإنسان الحليم والصبور. طيب بعيدا عن أمازيغ الجنوب، مازال عندنا هذه اللفظة تقال في الشمال، مثلا عند غدامس يقول زمر بمعنى استطاع وقدر على الشيء، في سوقنا كذلك، في ورقلة ومزاب، أو على فكرة بما ذكرت ورقلة، في ورقلة هذا اللفظ يقولونه بالمعنى المعاكس، وهذا ذكرناه في اللغويات، فالشخص الذي أصيب بوعكة صحية مثلا يقال إزمر، كأني بهم يقولون يعني يقولونها يعني باش يتفائلوا بشفاء الشخص، وهذه موجودة طبعا في جميع اللغات أن يقال نقيض اللفظ لتمني أن يحصل العكس.
فنجد مثلا عند القبائل كذلك تيزمار اللي هي الصحة، على فكرة نفس اللفظة اللي نلقوها عند الشاوية، وهذه اللفظة إلى فترة قريبة كانت عندنا في يفرن في ليبيا متداولة، أنا شخصيا سمعتها عدة مرات من أم زوجتي، فتقول تزمر وتزمر وإلى آخره، تزمر عفوا وغيرها. إذن يعني على فكرة نسيت أن أمازيغ موريتانيا زناقة يقولوا لها جمر اللي هي الزين، أصبحت جين إيمو جاع إيمو هار إيمو جاع إلى آخره، فزين جيم جمر بمعنى استطاع وقدر. طيب يعني غالبا عندما تقول للشخص حين الأكل أو حتى حين البدء في الأكل استزمرت أو استزمرين النك، أي بمعنى بصحتك، أي ندعو له أن يكون الأكل مقويا له، أو كأننا ندعو له يعني بالصحة والسلامة. هذا أصل لفظ انتزمرت. وهناك ألفاظ أخرى متداولة لدى أمازيغ المغرب، مثلا يقولون ستادوسي أو تادوسي بمعنى الصحة. هذا الجذر ربما بدأ بمعنى مادي ثم انتقل لمعنى معنوي، وهذا ذكرناه في عدة حلقات، دائما نذكر المعنى المادي أولا ثم المعنى المعنوي، وهذا مفهوم أن الإنسان يبدأ بالماديات ينتقل إلى المعنويات. فنقول لعملية إغلاق الجرة اللي هي تجريمت وغيرها، وكذلك حتى المخازن اللي هم إيجودار يعني يغلق بإحكام حتى يصاب بالحشرة، فالإغلاق عملية الإغلاق هذه أو تسمى التشميعة عملية معقدة جدا حقيقة، يعني يديروا فيها بالدخان وبعدين كده كل باش يطلعوا الأكسجين من الغادي اللي هي لقابلية الحياة وتفريغها من الهواء إلى آخره. وعلى فكرة هذه حتى في العصر الحديث ما زلنا نستخدموا فيها في القوارير. يقال يدوس في اللاس أي شمعها، شمع القارورة إلى آخره، وأحكم غطاءها. بل بعض التنوعات طورت اللفظ وأصبح يطلق الشمع نفسه قاعد يسمو فيه أدوس، بالرغم من أن الشمع يملك عدة أسماء أخرى وهذا مش وقتها، لكن الشاهد أن الألفاظ كيف تنتقل مكانها، لكن التشميع كفعل أدوس. طيب عودة على التشميع وهو الحفاظ على الطعام من الفساد، أصبح من معاني الجذر التقوية، أن تجعله صحيحا أو صحيا أن يكون قويا، فنقول عن الشدة والمتانة تدوسي، ونقول تدواس عن السلامة البدنية، وأدواس يعني الإنسان اللي هو السليم المعافى، أمدواس كذلك الإنسان السليم المعافى. بل هناك ألفاظ حديثة نيولوجيزما، مثلا العيادة الصحية تكون كبيرة نوعا ما، مش مستشفى، العيادة الصحية تقال أسادوس، وعلى المصحة الأصغر حجما تقول تسادوست، وهكذا نجد كل ما يتعلق باللفظ يدل على العافية الصحة السلامة. ستادوسينون أو ستادوسينون نقصد بها بصحتكم وعافيتكم هذا الأكل، ستادوسينون ولا ستادوسينون أو النك أو النم إلى آخره حسب اللفظ الشخص المقابل لكم. هذا زي ما قلنا احنا مش هني باش نحلل الجذر ونجيب كل جذور، ولكن نجيب فقط المتعلق به، وحتكون هناك حلقات خاصة في موضوع دوس ياد ياو ياس وكل تنوعات الأمازيغية اللي جابتها وإلى آخره. هناك لفظ آخر نقوله بالأمازيغية، نقول استاضفي، هذه نحب هالكلمة دي بصراحة، هلبة استاضفي تعني اللذة، تعني الحلاوة، تعني العذوبة، فنقول مثلا استاضفي نقصد بها نتمنى لكم اللذة والحلاوة في الطعام الحسن والآخر في غذائكم. الغريب اني سمعت من يقول من أمازيغ الجنوب إموهاغ وغيرهم يقولوا يقولون، طبعا هذا نادر فقط عند أمازيغ الجنوب، يقولون سدوفت نون، شفتوا تضفي والدوفت، والدوفت تعني الصحة كذلك الجيدة، الدوفت هي الصحة الجيدة، وسدوفت أي بصحة بصحتكم إلى آخره. الأصل حقيقة هذه الكلمة تطلق على الإنسان المتين السمين، فنجدها عند أير وأزواغ وغيرهم، ومرة أخرى نلقاها عند ورقلة بمعنى المعاكس، الدوفت هو الشخص الهزيل اللي خرط قواه. والغريب أن تدوسي ويدوس أيضا تعني معنى المتين والسمين.
في بعض التنوعات. وهذا طبعا مش محل موضوعنا، لكن غير بنقول لكم ان الالفاظ كيف تقلب بمعنى اخر. هنا نبي نكمل الحلقه ونقول لكم استدوسي نون التضفي تموم التزمرت التغزي تدرت. الى حلقه اخرى ان شاء الله نجيب فيها الفاظ اخرى من قبيل زي ما قلنا اليوم استزمرت ولا استضفي ولا استدوسي نغدوسي. واشكركم على حسن الاستماع، والى حلقه اخرى ان شاء الله. تلميذ 2.